أسعد الله أوقاتكم مشاهدي فضائية كردستان، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص والذي نجريه مع الشخصية السياسية والوطنية العراقية السيد فخري كريم رئيس مجلس مؤسسة المدى للثقافة والفنون، لنناقش معه جملة قضايا تهم العراق الجديد، الوضع الراهن، ملامح هذا الوضع والعوامل التي تقف وراء نشوء هذا الوضع، ومجلس الحكم ومجلس الوزراء ودائرة تمثيل هذين المجلسين ونقل السلطة إلى العراقيين، وجملة قضايا أخرى ملحة مثل تجربة إقليم كردستان العراق، هنا الوضع في إقليم كردستان العراق وعلاقة هذا الوضع بما يجري على الساحة العراقية عموما. كل هذه الأسئلة وأخرى عديدة نطرحها في هذا اللقاء الخاص. السيد فخري كريم، أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص وشكرا لقبولكم الدعوة. أهلا وسهلا، شكرا لكم. سيد كريم، الآن هناك في العراق وضع خاص ووضع يحظى باهتمام بالغ من قبل الأوساط السياسية وحتى الإعلامية والثقافية، بتقديركم كيف يمكن أن يصف فخري كريم أهم ملامح هذا الوضع الحالي؟ يعني لابد أن نبدأ في أن الشعب العراقي كان قد استبشر بسقوط نظام صدام حسين، وكان يتطلع إلى وضع آخر على الضد من ذلك النظام الذي صادر إرادة الشعب العراقي ودفع البلاد إلى مآزق كثيرة لا زال يعاني منها. لكن للأسف الشديد أن جملة من الأخطاء التي ارتكبت بعد سقوط صدام حسين، سواء من قبل سلطة الاحتلال أو من قبل بعض القوى، لم يساعد على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي نجمت عن سقوط النظام. وبالتالي إذا كان هنالك ثمة توصيف للوضع السياسي الراهن، فهو يتميز بشكل خاص بالانفلات الأمني، بانعدام الأمن. وانعدام الأمن ينعكس بشكل سلبي على مختلف جوانب الحياة بالنسبة للعراقيين، سواء تعلق الأمر بالجانب المعاشي أو بالنشاطات الأخرى التي يعكسها الوضع المستقر. إذا كانت هنالك توصيفات أخرى للوضع، فأقول للأسف الشديد أن الاندفاعة الأولى التي ميزت المرحلة التي تبعت سقوط صدام حسين، سواء من زاوية النشاط الجماهيري أو من زاوية النشاطات الخاصة بالأحزاب والقوى السياسية، ومختلف المظاهر الإيجابية التي برزت بعد سقوط صدام حسين، يلاحظ اليوم أن هذه المظاهر الإيجابية بدأت شيء فشيء بالانكماش والتراجع، وربما يعكس هذا حالة من حالات الشعور بانعدام الأفق السريع لحل الإشكاليات التي يعاني منها الناس. ومن جانب آخر ربما يعبر عن شيء من العجز الذي تعاني منه الأحزاب والقوى السياسية المعنية بانتشال الوضع العراقي، والتي حصرت اهتماماتها بالدرجة الأولى بالمواقع التي احتلتها في مجلس الحكم وفي مجلس الوزراء وفي مواقع المسؤولية الأخرى. هذا انعكس بشكل عام سلبا على الأوضاع الراهنة. ولكن جوهر الوضع السلبي في العراق يتميز في استمرار هيمنة سلطة الاحتلال على القرار العراقي أولا، وأيضا بالأخطاء التي تستمر هذه السلطة وقوات الاحتلال بارتكابها في مجرى محاولاتها لمعالجة الوضع، سواء الوضع الأمني أو الوضع الاقتصادي الأوضاع الأخرى. طيب عفوا سيد فخري، نقاط عديدة مهمة، ولكن لنعود إلى بداية الحديث ونتحدث عن وأسأل عن الملف الأمني الذي تطرحونه ك
إحدى أبرز الملامح الموجودة على الساحة العراقية الآن. عقب سقوط النظام كان الانفلات الأمني الذي حصل في العراق يعد ردة فعل طبيعية بسبب سقوط نظام جائر استمر حكمه على مدى عقود طويلة، وفراغ ونشوء فراغ إداري سياسي في العراق. ولكن ماذا عن استمرار هذا الانفلات الأمني بشكل أو بآخر؟ من يقف وراء استمرارية هذا الانفلات؟ أنا أعتقد ليس من الصحيح القول أن هذا الانفلات الأمني كان بالضرورة يحصل في كل الأحوال بعد سقوط نظام صدام حسين. لو أن الفرصة أتيحت للقوى والأحزاب السياسية العراقية لكي تأخذ زمام الأمور بيدها، أنا أعتقد أن هذا الانفلات يرتبط برغبة سلطة الاحتلال وقوات الاحتلال في أن تعالج الأمور هي بنفسها بعيدا عن الإرادة العراقية وبعيدا عن القوى العراقية. قوات الاحتلال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعالج الأوضاع الأمنية عبر الدبابات وعبر قواتها الخاصة، وكما يقال العراقيين هم أدرى بشعاب بلدهم وهم أدرى بالمشاكل والقضايا التي انفجرت بعد سقوط نظام صدام حسين، وبالتالي هي قادرة على أن تعالج هذا الوضع. الحيلولة دون قيام القوى العراقية في أن تمسك بزمام الأمور، والأكثر من هذا ترك الأمور بهذا الشكل لفترة طويلة بفراغ سياسي بدون حكومة بدون سلطة عراقية، هذا أدى بالضرورة إلى استمرار هذا الوضع. طبعا هنالك بعض الأخطاء التي ارتكبت من قبل سلطة الاحتلال، على سبيل المثال حل الجيش وحل الأمن والمخابرات ووزارة الإعلام، طبعا من ناحية هي إيجابية بمعنى أن بعض هذه الأجهزة لعبت دورا إجراميا بحق الشعب العراقي، لكن أولا حلها من قبل قوى الاحتلال، ثانيا ترك منتسبي هذه الأجهزة والمؤسسات سائبين وقطع أرزاقهم بالضرورة سوف يدفع أوساط واسعة جدا هي ليست ممالئة للنظام السابق، نستطيع أن نقول هذا، هي ليست بالضرورة ممن ارتكبت جرائم يجب ملاحقتها عليها. يعني إذا استثنينا بعض الأوساط من هذه الأجهزة والمؤسسات فإن هنالك أعداد كبيرة من المنتسبين هم كانوا في إطار هذا النظام لاعتبارات معروفة. بالضبط، ولكن هنا هم يعبرون عن استيائهم. بالضبط، يعني هذا دفع أوساط غير قليلة لم يكن بالضرورة والحتم أن تنحاز ضد الوضع، اندفعت بالاتجاه الآخر. ثم لنأخذ مثل آخر، قوات الاحتلال رفضت لفترة طويلة أن تستجيب للنداءات التي أطلقت من السكان الذين كانوا يعانون من مخازن السلاح والعتاد المتواجدة في مناطقهم، رفضت أن تجمع هذه الأسلحة، أن تخلص المناطق التي كانت تعاني من مخازن العتاد والسلاح من هذه الأسلحة، بل بالعكس كنا نرى آلاف قطع السلاح متناثرة في الطرقات وفي المناطق المختلفة دون أن تهتم قوات التحالف ودون أن تساعد القوات العراقية لكي تجمع هذه الأسلحة والعتاد. بعد ذلك أصبحت مشكلة أن هذه الأسلحة أصبحت بيد من يقاومون الوضع الجديد، أصبحت بيد رجال الأمن والمخابرات والقوات المسلحة وكل الزمر وفلول النظام السابق، وكذلك أولئك الذين تسربوا من الحدود العراقية وانضموا لهذه القوى تحت واجهات مختلفة. هنالك أخطاء ارتكبت كانت وراء استمرار هذا التدهور، وأعتقد أن سلطة الاحتلال لو استمرت في نفس الوجهة ولم تستجب للنداءات العراقية لنقل الملف الأمني والملفات الأخرى عموما إلى اليد العراقية، أنا أعتقد أنها سوف تواجه مثل هذا الوضع ولربما أكثر من هذا الوضع.